لو الحكاية فيها إن فيديو ده اللي نعرفه. أسلم على صوت حضرتك ستة، ده اللي انت وصلت له لحد ده اللي نعرفه، ده اللي حصل قدامي. لكن أنا سمعت من إخواننا اللي... طب معلش يعني هنرجع تاني. أسلم على إيدي ستة، ليك موقف معين مع حد فيهم؟ يعني احنا الناس برضه عايزه تتعرف على مواقف زي كده، ده مهم جدا. دي اول مره كانت في جنوب افريقيا. اول مره يسلم على صوت حد. طبعا جنوب افريقيا حلاوتها في حفلاتها ان هم بيعملوها في الراديو عندهم، الراديو العام الاسلامي والتلفزيون الاسلامي. كان بيبقى الجماهير موجوده كتير جدا بسبب الاعلانات والحاجات دي. فبسبب ان الجامع ممتلئ وناس بره واقفين بره المسجد وحاطين شاشه عرض بره، بالسبب ده وقفت ناس غير مسلمين بره في الشارع بيشوفوا ايه الزحمه دي، وقفوا اتفرجوا سمعوا الصوت والشاشه بره في الشارع، معموله شاشه كبيره قوي في الشارع والناس واقفه بره تتفرج. فبعد ما الحفله خلصت كنت بقرا سوره الرحمن، سوره الرحمن بالتحديد. تمام، انا فاكر اليوم ده لقيته داخل علينا بعد ما خلصت وبيعيط وعياط غريب الشكل. ففوجئنا لقيناه بيقول انا عايز اسلم. شاب من جنوب افريقيا. شاب. طبعا جبت الامام بتاع المسجد والشيوخ اللي حوالينا قلت لهم بقى اتعاملوا معاه، لان اللغه ما اعرفهاش انا. مظبوط. اتعاملوا معاه وخلاص. وحتى سميه عبد الخالق. سميه عبد الخالق. فاكر انت؟ هل ليك تواصل معاه دلوقتي؟ لا خلاص معاهم هم. انا التواصل معايا صعب عشان اللغه بس. مظبوط. لكن لما التواصل انا طبعا وصيتهم على الناس دي. قلت لهم ما تسيبوش الناس اللي اسلمت جديده دي، طبعا علموها. ده اول واحد. تاني واحد كان تاني واحده كانت في جنوب افريقيا برضه في نفس الرحله، بس سمعت في الراديو. كانت مدرسه في الرحله؟ في نفس الرحله دي يعني. في نفس الرحله. تمام. في نفس الرحله بتاع جنوب افريقيا. مزبوط. دي نفس الرحله. مظبوط. فسمعت التلاوه في الراديو. فهي مدرسه في مدرسه مسيحيه. فاتصلت بالمسؤولين، انا معجبه بالشيخ، انا مسلمه طبعا، كذبت عليهم، انا مسلمه وعايزه سي دي للشيخ اللي كان بيقرا. قالوا له حاضر اتفضلي. خدت السي دي ومشي. بعدها باسبوع لقوها راحت، قالت لهم انا عايز اسلم. تمام. سمعت فضلت تسمع في السي دي طبعا ليل ونهار. انت حد فيديو